مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. هنا استنفار أمني بالقرب من المديرية الجهوية لوزارة الصحة بمدينة الدار البيضاء ترقبا لوقفة احتجاجية للممرضين. هناك كذلك تواجد القوات المساعدة والسلطة المحلية، رجال الأمن كيف كتشاهدهم أمامكم، الممرضين كذلك فاعل المكان في انتظار انطلاق هذه الوقفة الاحتجاجية اللي كيطالبوا بالحقوق ديالهم. سنة 2024 دخلت بالخير والخير تبارك الله، ما كاين غير الاحتجاجات وما كاين غير التصعيد. كيف قلت لكم بأن هذه السيارات ديال القوات المساعدة، الكل في عين المكان، قربكم من الأجواء. إذن كيف قلت لكم بأن هناك استنفار أمني هنا بالقرب من المديرية الجهوية لوزارة الصحة. ثم جاء الضرر في 2022 الذي عانى من عدم استفادته المادية من وحقوقه في سنة 2022 الذي يعتبر فضيحة نقولها في وزارة الصحة. جئنا هنا نعبر عن 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 عن, عن رفضنا لهذه السياسة التماطلية والتي لا تعطي للإصلاح من صفة، ونقول للوزارة اعطي للممرض وتقني الصحة مكانته المادية، اعطيه مكانته وقومي بإنصافه ليكون الإصلاح، لأن الممرض وتقني الصحة هم اللذين الأساسيين للإصلاح. وتحياتي. اليوم كان اتفاق بين الوزارة والنقابات، نحن لا نرفض اتفاقا.